على أن هذا المجهود اللي هو بذل من طرف ابن الأخ بما يخص البحث العلمي والمتعلق بمدينة القنيطرة، عاش في مدينة القنيطرة منذ أن كان تلميذا صغيرا، ولكنه شغوف بها وأعطى جهدا كبيرا للبحث العلمي، وخاصة مدينة القنيطرة التي أعطى منها الكثير، ونرجو أن يزيد من عمله ومن مجهوده العلمي. استاذ كريم، بمناسبة إصدار هذا الكتاب والمنظور ديالك كمؤرخ لمنطقة الغرب تجاه هذا الكتاب اللي كيهتم بالتاريخ المحلي. والمنظور ديالي هو أن هذا الكتاب هذا في الواقع ماشي نقول لك جا في وقته، جا متأخر، لنا كان خاص هذا الكتاب وكتب آخر كان خاص حول الإقليم، إقليم الغرب، كان خصهم يبانوا شحال هذه، ولكن الظروف الناس تتهتم بالموضوعات الطنانة، وثم الموضوع ديال القنيطرة ولا الموضوع ديال الجهة شوية تيدفع الباحث أنه يبعد منه نظرا لصعوبة الحصول على الوثائق وعلى المصادر اللي دعموا في البحث. ولهذا أنا تنعتبر إصدار هذا الكتاب تنعتبره أنه مجهود كبير، تنشجع الأستاذ وتنهنيه على هذا العمل ديالو. وزيد على ذلك أنا كنت واكبت هذا العمل اللي كان مشروع واكبته، ونتمنوا أن تكثر مثل هذه المحاولات. كنا أمام يعني حدث ثقافي بامتياز يروم التفاعل مع كتاب لمؤرخ ينتمي إلى هذه الجامعة حول تاريخ وتراث وذاكرة هذه المدينة. الكتاب موسوم بالقنيطرة رحلة تاريخية للأستاذ سعيد البوزيدي، الذي وظف فيه مداخل معرفية مختلفة، انفتح على حقول معرفية متعددة وظفها في البحث في تاريخ هذه المدينة، تعرفة من سوسيولوجيا وأنثروبولوجيا ثقافية، تاريخ اقتصادي، تاريخ سياسي عسكري، ثم جغرافية حضارية، لتتبع نشأة وتاريخ وتطور هذه المدينة، وأيضا ليسافرنا بنا عبر دروبها انطلاقا من مداخل متعددة. نحن أمام كتاب يعيد الاعتبار لصناعة المؤرخ، يجعل المؤرخ متفائلا مع محيطه، قدم إضافة نوعية في إطار التراكم المنجز حول تاريخ القنيطرة، وكتاب يستحق القراءة، يستحق التفاعل، ويستحق أكثر من لقاء لتقديمه والاحتفاء به. القنيطرة رحلة تاريخية لفه أحد أبنائي في الكتاب، إذن هو حفي وحفيدي، وقد سررت كثيرا لما قيل في حقه وفي حق صاحبه، فإذا أهنئ الإبن الغار سي سعيد على هذا المولود، متمني له المزيد من التوفيق والتألق، وشكرا. قبل تأليف الكتاب كنت كتقول شكون مولد قنيطرة أو شكون اللي كنتامي والقنيطرة، واش من خلال التأليف ديالك في هذا الكتاب واش تمكنتي من الجواب على هذا السؤال؟ ما هو الجواب واضح، لأن كل المنتمي لمدينة القنيطرة فهو قنيطري. هناك الفرق ما بين الانتماء والانتساب. أنا يعني كنفصل ما بين هاد جوج ديال المفاهيم. الانتساب وهو أنك تنتسب إلى أصلك، أنا ريفي ولكن أنتمي إلى مدينة القنيطرة، بمعنى آخر أنني لا أتخلص من الجذور اللي هي ديالي، ولكن في نفس الوقت أفتخر وأعتز بالانتماء إلى
هذا الموطن الذي احتضني، وبالتالي فهويتي تبقى قنيطرية، وإن كان أصلي فهو ريفي. الأمر الذي يجعل مني أحمل يعني هذا الوعاء اللي هو قنيطري، والدليل على ذلك وإن كان هذا غير صحيح، وهو أن غالبية من يعني لهم باع في القنيطرة فهم يحملون رقم الجي، الذي يؤكد مرة أخرى أن الانتماء إلى هذه المدينة يمر عبر الحب والإيمان. في إطار الاهتمام بالتاريخ المحلي والتاريخ الجوي بشكل عام، مشروع اللي كتشتغلوا عليه بشكل مستمر داخل جامعة ابن طوفيل، أين تضع موقع هذا الكتاب ضمن هذا المشروع العام والكبير الذي اشتغل عليه منذ القدم، يعني منذ بداية في الجامعة من خلال التاريخ الجوي التاريخ المحلي، أين تضع هذا الكتاب وموقعه داخل هذه الصيورة؟ شكرا لك السي المهدي، يعني بصراحة هذا السؤال عميق وعمقه يعني كيتجلى في كون ان يعني كيبين بانك فعلا راك متتبع يعني المجهودات العلميه اللي كدار في جامعه ابن طوفيل. وباش نكون اكثر وضوحا، هذا العمل بالنسبه لي هو بذره ماشي نهايه، باش نكون عام، نكون انا كنعتبر بان هذا العمل هو بذره، واحد البذره حطيناها، راه التاريخ ديال القنيطره باقي بكر، الوثائق اللي طلعت عليها ما كتعفينيش ان نقول ودي راني كنلم، بالعكس راه كاين خزانات اللي هي عند العائلات القنيطريه اللي هي عائلات يعني كبيره، عندها خزانات، وهذه الخزانات مملوءه بالارشيف، وهذا الارشيف راه من شانه انه يعطي واحد الدفعه قويه للتاريخ ديال القنيطره. هذا من جهه، من جهه اخرى القنيطره كتطور، واش كنعرفوا حنا على الدوار؟ نعطي غير مثال، الدوار اللي كان هو مدينه في وسط المدينه، غير في الساكنيه باش نكون واضح، غير في الساكنيه راه كانت عندنا 11 دوار، غير في الساكنيه كانت عندنا 11 دروم، بمعنى ان راه كان عندنا 11 حي، راه الاعداد البشريه اللي كانت تما كانت كبيره، وكانت تتعايش في سلمين وود، هذا هو الايجابي في قنيطره. واش نقول لك، نقول لك واحد، انا هذا بعدا كنهديه للطلبه ديالي، كن واضح يعني لو لم يكن عندي الطلبه اللي كانوا فعلا محفزين ما كانش هذا العمل، ماشي ما كانش، ولكن كنشكرهم بزاف، لان مثل هذه الاسئله اللي كطرح عليا واللي طرحتي عليا دابا انت، اللي هي كتدفعك انك كتمشي للدار وانت مشغول بواحد الفكره، ومع الصباح كتنوض كتخصك تجاوب عليها، لان خدمتك هي انك يعني توجد واحد المجموعه من الاجابات لانك مؤرخ. كون ان الكتاب لم يكن مجرد كتابه تخلص من الكلمه، بالعكس ان الكلمه نقدر نبدلها جوج خطرات ثلاثه اربعه حتى كنلقاها انها كتستجب ليا. الا قنعت بها هذيك الجمله، قنعت بها وهذيك الفقره اقتنعت بها انا، فبالتالي كنكون يعني كنقول انا هي هاد يعني هاد الفقره ولا هاد الكتاب ولا هذا فعلا راه غيأدي. ما كانش ما كنحطهاش، ولهذا كنت يعني حريص كنقول حريص في اختيار الكلمات اللي كانت كتأدي فيها. هذا جانب. كاين واحد الجانب اخر، وهو ان الـ يعني التصريح ديالي منذ البدايه بان انا اكتب عن مدينه احبها، وهذه الكلمه خلات واحد النوع من يعني من الازعاج الفكري عند الناس، كيف لك ان تحب مدينه ونحن قد لا نفوه بحبنا لامراتنا او لاولادنا.